أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض الشباب الملتزمين ولا سيما من طلبة العلم يقومون باستخدام الخادمات بدون محرم، فما حكم هذا؟ وإذا نصحت أحدا من العامة عن استخدام الخادمات بدون محرم قال: لو كان حراما ما فعله فلان وفلان من طلبة العلم، فما هو التوجيه؟ المحرم استخدامهن في السفر بدون محرم، أنهن يأتين من بلادهن بدون محرم ويذهبن إلى بلادهن بدون محرم، فالمحرم يشترط للسفر. أما وجودها مع الأسرة في البيت هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن تتحجب عنه. وإذا كانت مع أسرته ومع نسائه متحجبة ولا يخلو بها فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا.